بعديك الإدارة الجهوية باش نسمعوا اليوم صوت المواطنين، وغدوة إن شاء الله ناخذوا المدير الجهوي لصحة بسوسة ويفسر لنا أكثر كيفاش قاعدة تصير العملية في مراكز التلقيح. معنا مدام مباركة باش تقول لنا التجربة الخاصة نتاعها، ومنها هي باش نحكيوا على الإشكاليات في المراكز هذم توتسويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. مدام مباركة صباح النور. صباح النور عزيزتي، شنو احوالك؟ يعيشك الحمد لله. يعيشك لله، يعيشك يعيشك به. انت زوجك مدام مباركه مريض وسجل في التلقيح، دونك جاء الموعد نتاعو، ولكن انت صعب عليك انك توصلوا للمركز على اعتبار انه هو مريض وما نجمش هو عنده جلطه نصفيه، شطر اليسار الكل عنده تو بريسك عام ونص. ان شاء الله ربي يشفيه، ان شاء الله ربي يشفيه. عايشك عايشك عايشك. دونك انت سجلتوا في التلقيح ومن بعد قعدت تستنى في الموعد، تم تحديد الموعد. كي قلت لهم بعثوني نهار خمسة شهر خمسة شنو؟ خمسة مارس شهر مشيت قلت له راه ما نجمش نجي وكل شيء، ما نجمش نهزو ما نجمش نحركو. تعمل مزيد تخرج الدار قولوا في الدار، قال لي لا ممنوع علينا مازال ما عندناش الارض باش نخرجوا للدار. فهمت؟ خسر علي، قال لي تنجم تأجل الموعد حتى ليبر. قلت له خويا هو عنده عام ونص في فرش، مشي في جمعه مش يبرا ويجيك. قال لي ذاك هو اللي عندنا تو. وعاودوا بعثوا لي، عاودوا بعثوا لي وما مشيتش خاطر ما نجمش نهزو. ما حكيتش معاهم في الاداره، ما مشيتش سالت انت في حال كيما حاله زوجك شو يقولوا لك؟ لهم قالوا لي ما نجموش نخرجوا، قالوا لي ما عندناش الارض باش نخرجوا، مازال ما جاناش الاوكي باش نخرجوا للديار نزرقوا. دونك التلقيح يصير غاديك على عين المكان. على عين المكان، وانا ما نجمش نهز وراجلي مريض، واليوم بالصدفه جاري في الحيط، توفى بالكورونا. زدت خفت اكثر. ان شاء الله ربي يرحمك. دونك انت ندائك اليوم للاداره الجهويه للصحه مدام باركه. اي لدرجة جهويه يراعوا حاله المريض، حاله الانسان الكبير ما نجمش يتحرك، يعملوا مزيه نجموا يبعثوا فريق يزرق لهم في الدار. واضح، هذا الطلب نتاعي. واضح، غدوه ان شاء الله ناخذوا رد الاداره الجهويه للصحه ونشوفوا شنو هي كيفاش باش يتصرفوا في مثل هالحالات هذه. شكرا مدام مباركه، ان شاء الله لاباس لزوجك ورمضانك مبروك. ان شاء الله رمضانك مبروك. عايشك وانت زاده ربي يخليك. دونك هذه اشكال من الاشكاليات، مواطنه زاده تتصل بينا وتبعث لنا صور من قدام مركز التلقيح في سوسه في القلعه الصغيره والاكتظاظ الحاصل في المركز هذا. تقول معقول اليوم نحكيوا على مركز للتلقيح نلقاو قدامه هالناس معناتها بالوضعيات هذيا؟ الحقيقه الصور خايبه شويه من قدام المركز. دونك غدوه ان شاء الله نحب ناخذ المدير الجهوي للصحه يفسر لنا اولا الناس هذوما اللي يصاب عليهم، خاصه من الناس المسنين واللي مصابين بامراض تمنحهم من التنقل لمراكز التلقيح. في نيتنا اليوم باش نلقحوا لهم، سجل الراجل وتم قبول التسجيل نتاعو، ولكن وقت يجي الموعد يتعذر عليه انه يمشي على خاطر مريض مصاب بجلطه وما نجمش يتحرك. حاجه ثانيه نفهموا من عنده علاش ما يتمش، والا هو تم تفعيل مراكز التلقيح ظهر لي في مساكن، ولكن خلينا نفهموا ساعه وين فما مراكز تلقيح وتم تفعيلها، والا لا نجموا ناخذوا لي فاكسان في المراكز هذوما ولا. غدوه ان شاء الله نحكيوا فيه الموضوع هذا. دونك انتم كان عندكم ما تحكيوا تحبوا توصلوا اصواتكم بخصوص مراكز التلقيح في سوسه تلقيح الكورونا، نجموا تكلمونا 73 278 600 وتوصلوا اصواتكم، ونكونوا غدوه ان شاء الله في اتصال مباشر مع الاداره الجهويه للصحه وناخذوا من عندهم أكثر معطيات فيما يخص الإشكال هذايا. الناس زادة اللي سجلت وربما اليوم ماهيش فاهمة اسكو معناتها عندهم ناس كبار في العمر، صحيح فما منها أنه الفريق هذا يتنقل للديار ويعطي الفاكسان غاديكا، وإلا فما طرق أخرى ربما أنه يتم إرسال أمبيلانس باش نجموا يوصلوا الناس هذوما، وإلا فما طرق على قليلة باش ما يفوتش عليهم الفاكسان بسبب هالإشكاليات الصحية اللي يعانيوا منها. فما صلاة التراويح وإلا لا في رمضان؟ هذايا السؤال اللي يشغلنا الناس الكل الحقيقة في الأيامات هذية، وإلى حد الآن ما فماش إجابة على خاطر اللجنة العلمية مازالت ما قررتش. بعد شوية نعطيكم تفاصيل الصلوات وكيفاش باش تصير الأنشطة الدينية، فما ولا ما فماش صلوات؟ فما في الجامعة هو هذية اللي معمول به، ولكن تفاصيل الكل بعد شوية في زوم 73. زوم 73.